مرحب فيكم مشاهدينا مع فقرة الأخيرة في برنامج دنيا يا دنيا، فقرة الطبخ. وبرحب بالشيف ماهر. كيف حالك؟ الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. والله الحمد لله. كيف لاقي أجواء العيد عندنا بالاستوديو؟ والله بتجنن. حلوة كثير، وخاصة مع الفرقة اللي كانوا قبل شوي رهيبين بجد، حسسونا بأجواء العيد بالفعل. يعطيك العافية. شو حنعمل اليوم؟ والله أنا عم بعمل اليوم مسخر رول، بناء على رغبة المشاهدين طلبوا مني أكثر من مرة أعيده. أها. وراح أعمل الكوكيز كريسمس بال. لازم إشي يخص الأعياد ضروري الكريسماس. حبيت إني أحط اليوم عمل الكريسمس الكوكيز بالقفل. هي مختلفة يعني كوكيز كريسمس عن الكوكيز العادية؟ طبعا هتكون مختلفة، في له رسمة معينة. حلو حلو. إذا استنونا، أكيد حنعمل كوكيز بالكريسمس، لكن المسخن رح نبلش فيه هلا ونبدأ بالمقادير. مسخن رول بحاجة لواحد كيلو دجاج مسحب مقطع، وواحد كيلو بصل مقطع، ونص لتر مرق دجاج، و250 غرام زيت زيتون، و100 غرام سماق بلدي، و100 صنوبر، 100 غرام صنوبر مقلي، وعصير حبة ليمون، وواحد كيلو خبز شراك، وملح وفلفل. ما بتختلف ابدا المقادير عن المسخن العادي بالخبز العادي؟ لا لا طبعا، بس طريقه العمل فيه والشغل هي بتختلف مختلفة. بس بس نفس الطعام. نفس الطعام. وبعدين بامكانك يعني بمناسبه التركي، ولا يعني في ناس بتحب التركي بس كثير تعمل التركي. بتعمل صحن جانبي مع المسخن؟ لا، التركي التركي نفسه. التركي نفسه بدل الدجاج. بدل الدجاج. حلو. الدجاج بنفع مع يعني تقدم المسخن وجربوه بتلاقوه انه كثير مناسب. طيب يلا تفضل نبلش باول خطوات. طبعا احنا لما حكيت رندا عن المقادير، بس احنا لضيق الوقت شويه، انت عارف الله، جبنا شويه شغلات معنا بدي جاهزه. كله جاهز عندك؟ في شيء ناقص؟ تقريبا تقريبا يعني، بس انه البصل، هذا البصل لما يكون مثلا ني قطع جوانح. طبعا انا جايبه شويه مطبوخ معي. طبيعي مقليب زيت زيتون. طبعا زيت الزيتون عشان نسخنه. هلا لا، الدائم اللي مسخن بروح الروح تبعته زيت الزيتون. زيت الزيتون. وهلا احنا بتعرف موسم زيت الزيتون، واكيد بيكون غير شكل طيب طبعاً. لما يكون زيت الزيتون وهي من الاكلات الشتويه كمان مسخن. فريش. مش من الاكلات الصيفيه، من الشتويه. اها. عم نخلي طبعا البصل بدي يطبخ براحته يعني. ست البيت ما تستعجل على البصل يتحمر بسرعه، تخليه يعني تغمره بالزيت على اساس انه كمان ما يتحرق البصل. ما يتحرق على نار هاديه. بلش تذبل فيه شوي شوي شوي. هلا ان كان بدنا نعمله بالدجاج او بالتركي، لازم نحط الدجاج نسلقه ونسحب الدجاج بالشكل هذا، او ان كان تركي خاصة بمناسبة العيال. والله خسارة تركي يروح مسخن بالطريقة هاي. والله يعني هو عدة طرق هو تعودنا على التركي يكون تركي كامل تركي. بس يعني في يعني في يمكن في ناس بيستغلوها بعد ثاني يوم مثلا، اذا ضل من الدجاج منه كثير او التركي بتقدر كتير. تعمل منه الزوائد وتعمله بنفس الطريقة بالضبط. هي فكرة معقولة هاي. طيب طبعا ما اثناء ما هو على النار لازم نحط شويه فلفل اسود. بتملحوا بتحطوا فلفل اسود؟ لازم لازم فلفل وملح على البصل، لانه السماق اخر شيء بنحط ولا آخر شي. نفس الوقت اخر شيء السماق يعني عشان يضل محافظ على لونه شكله بنحط اخر مرحله. طبعا الخبز الاشراك تحضري انت بالشكل هذا. بتخليه على طبقتين حسب ما انا شايفه. لانه راح يلف معك. اوكي. راح تستعمل يعني هذا خليه على طبقتين. هلا شو يطلع ريحه البصل مع الزيت رهيب.
وموسم الأعياد يعني بتكثر فيه الأكلات خاصة بالتركي وبالحبش يعني الحبش عدة وعدة طرق. احنا لو انه الوقت بيسعفنا في البرنامج كان احنا عملنا تركي مع الحشوة التقليدية اللي احنا يعني احنا عملنا من يومين تركي مع شيف غادة فعودت غيرت يوم شفت غادة عملت على طول غيرنا بس هو في اكثر من طريقة زي ما قلت انت للتركي كثير طريقة في بس في الحشوة التقليدية المعتمدة يعني انه ايام سيد المسيح يوم كان بالجبال ما لقيش غير الحبشة وشوية خبز وكيف عمل منهم الأكلة هاي الأكلة هذه فهي هذه الحشوة يعني هلا احنا طورناها صرنا نحط صوص أورانج وكذا وكذا كثير شغلات بس الأهم من هيك إنه كان في الحشوة التقليدية الأساسية اللي هي الخبز الخبز والخضرة اللي كانت موجودة بالإضافة لشو كانت من منتجات الأرض تطلع حتى يعني الليك السلاري المرمية بس الحلو انه ضلوا محافظين على هالتراث طبعا لا يعني لا في ناس كثير بتشتغل على نفس الوصفه ونفس الطريقه شوف بلشنا يتقلب البصل يتحمر معنا شوي نجيب الدجاج بكون هو طبعا دجاج مسلوق ومنتف طبعا البصل بنحركه لازم يكون مسلوق بشكل مستوي على الآخر ولا نص استوى؟ لا هو تقريبا ثلثين استوى بس المهم في الموضوع إن البصل يتحمر حلو. البصل يأخذ اللون تبعه ترجع تحطي بقية السماق احنا حكينا انه دائما آخر اشي السماك اللي بيغلي كثير بيقلب لونه فاحنا بنضل محافظين على لونه وطعمه بمرمر يمكن ولا لا 100% بمرمر اكيد انت ست بيت يعني خبره حتى طبيعه السماق ما بدي اتفلسف هلا كثير انا شايف بس يعني انه ممكن طبيعه او نوع السماق بيلعب دور بطعم المسخن بالاخير طبعا يوم يكون في قشره السماك في سماك السماك فيوم يكون السماك الاصلي بعطيك اللون بعطيك الطعم بعطيك الريحه بعطيك النكهه في قشره السماك اللي بتكون النخاله تبعت السماك فما راح تزبط معك كثير راح تصير تحس حالك تحط السماك بس مش ماخذ الطعم ما بتحس بالطعم هلا بيكون الجاج يمكن تقريبا نكهه البصل والزيت مع السماق حط شوي صنوبر الصنوبر ما بتحمصه قبل لا محمص صنوبر محمص هو محمص بس مش كثير محمص لدرجة انه ياخذ لونه زيادة لانه راح يقعد شوية بالزيت راح ياخذ كمان شوية وقت نرجع كمان نضيف شوية بهار فلفل اسود بعدين هذه من الأكلات السريعة التحضير يعني هي بس تقسيم البصل يعني لا ماكينة بتتقسم البصل بالطريقة هاي ما في دورت بالسوق لا في اللي بطريقة الجوانح هاي في والله موجود لا بتوفر كل شيء بالسوق يعني في سهل جدا انك تجيب البصل بس يعني حتى في مش ضايل بس ينقوا على ماكينة قشر البصل اما الفرم كله انواع الفرم موجودة يعني هاي ضريبة إنها الست البيت صارت تشتغل هلأ يعني عادة زمان كانوا خلص بيعتمدوا على كل شيء بإيديهم بس هلأ بتعرف الوحدة صارت بتشتغل الست وبتطلع من بيتها فما في وقت معها نهائي بس هلأ ما في هلأ بدها تروع البيت بدها نص ساعة بدها تحضر وجبة أكل كل شيء على السريع فما بزبط إحنا بعصر السرعة يا شيف أكيد فيعني لازم كل الأدوات تبعت الطبخ تكون ماشي بهال على طول بهالنظام هذا طيب هلا حطيت زيت أنت على حطيت زيت ليش بس أعرف هلا احنا ما خلصنا الطاقة لسه ما كملنا الشغل تبعنا هلا احنا تقريبا هيك صار شبه جاهز بلش احنا نلف
استعملها رول. رولز تاخذ الكميه اللي انت بدك اياها تستعمليها. يا عيني شو حلو. كمطي شوية. هاي بتنحط بالفرن مش هيك؟ طبعا. هلا سالتيني ليش الزيت من تحت عشان يتحمص الخبز اللي من تحت. اللي من تحت واللي من فوق بنعطيها كمان شوية زيت. حلو. بالفعل يعني الشغلة سريعة ما بدها شيء. ما بدها شيء. بس يعمل التحضير إذا كان كل شيء محضر عندك. يعني لو ست البيت قبل بيوم مثلا جهزت كل الأشياء. زي ما انت هلا جيت ومجهز لنا كل شيء ان شاء الله عنك دائما جاهز. الله يخليك. وبعدين طبق بس ثاني يوم تكون الاكله سهله. بتحطه بالفريزر على طول يعني. حتى البصل اللي زي هيك بتقليه وكذا بتحطه بالفريزر بتبكته. ما بتاثر لو نحطه بالفريزر نهائيا حتى من ناحيه النكهه نهائيا. بضل حافظ طعمه وقت ما بدها طول ست البيت وبتسخن وبتعمل. يعني هي مره واحده بتحضر ممكن احضرها لشهر لشهرين. كل ما بدي يجي على بالي اسوي مسخر رول بطول منها الفريزر. بصل الدجاج والدجاج حتى كمان يكون مسلوق وبارد. يعني شغلات احنا بنحاول نسهلها على ستات البيوت ما بنعقدها يعني عليها. المهم انه يكون كل شيء محضر. يعني انا ضربت ضربه بصل كبيره خلص بطبخها ببردها وبتحطها الفريزر. بحطها الفريزر فكره. والدجاج كمان نفس الشيء. هيك شوية يعني الطريقة هذا أخف بلا مسخن الخبز الطابون. تعرف أنا بحب الطريقة هذيك شيف ما بعرف بحسها خلص هي بلا هي تقليدية عارف. بس هذه بدي أخليك تجربيها هلأ. هلا بس أدوها مع إني دايتها. أنا بتعرف خالتي فنانة بهاي بالرول مسخن الرول فظيعة. بس أنا ما عملتها ولا مرة لأني بفضل الطريقة التقليدية. تقليدية بدها قاعدة هيك وخبز طابون صحنين لبن بخيار جنبها. أيوة. وبعدها تمرض بيومين. بعدها تاخذ برد. دفيت حالك. هذه شوية الخبز بشرب الزيت خفف من بعدين بتحمص. يوم يتحمص الخبز خف بلال. الخبز الطابون شوي بيكون بصراحه ثقيل على المعده. بشرب زيت اكثر وثقيل على المعده. ثقيل على المعده مضبوط. ثقيل على المعده. هذا خف شوي الخبز. يمكن مطلوب اكثر عندكم بالفندق الريجنسي مش هيك؟ لما بتقدموا يمكن اكثر شيء بتقدموا هاي على اساس اسهل و والله احنا يعني انت هي على حسب نوعيه الزبون. يعني في زبون عادي الطريقة التقليدية بنقدم له إياها. لكن في ناس بترغب هذه الطريقة أفضل من أسهل بعملية الأكل. هي أسهل بعملية الأكل وأسهل بعملية التقديم. طبعاً. يعني شكل التقديم هيك شكلها حلو مرتب. هديك بدك تكون عارف حاطة بصدر و يعني صح شكلها حلو بس يعني هي لمجموعة. بصراحة بدك تكون قاعد في مطعم. بدك تكون قاعد في مطعم مش راح تقدر تستعمل شوكة وسكينة كثير في الموضوع. لازم تحط إيدك في الموضوع. فهذه بتسهل العملية. فعشان هيك بتكون طريقة التقديم في الأوتيلات هذه أكثر من الطريقة العادية. يعني هذا أسهل ممكن. أما بالبيت واحد تكون ميخر راحته بالبيت. طبعاً غير الأكل طبعاً. بس انا بشبهها هاي الاكله خصوصا المسخن الرول بالشاورما خصوصا انكم مستخدمين الخبز الاشراك.
بالانشيلادا المكسيكي. صح، نفس الطريقه تقريبا، بس كهيكل، بس انه مش كمحتوى. المحتوى تبعه مختلف تماما، يعني ممكن يكونوا اخذوا الفكره لما اجوا يطبقوها على الشراك بهالطريقه هاي. من انا سويتها الانشيلادا بالشراك هون على التلفزيون على قناه رؤيا، سويتها بالشراك وطلعت طيبه. يعني كثير طيبه شوي، يعني تزبط انه خبز التورتيلا في ناس ما بتعرف وما يعني اذا ما في خبز تورتيلا ما ناكل مكسيكي. لا بناكل، لا بناكل، بناكل يعني مكسيكي، ولو ذاك الاكل لازم مكسيكي. ندور على بديل دائما. حلو التغيير، حلو التغيير. هلا الكوكيز قديش بحاجه لوقت شيف حتى نحضرها؟ شوفي احنا راح اشرح عنها لانه الوقت احنا صراحه اليوم ما اسعفنا. بالضبط، احنا نطمن بس انها حتاخذ وقت هالكوكيز ولا لا؟ لا بس انا راح اشرح ليلى، حابه تطمن. راح اشرح عنها كويس يعني ما في مشكله. احنا هيك خلصنا ال اوكي. من نفس الزيت، من نفس بتحط ال طبعا عشان طعمها بتدهنها. هذا ما بدها كثير بالفرن، بس 10 دقائق تحمص الخبز من فوق من تحت. بتبلش فيها من تحت بعدين يعني من فوق. الفرن لازم يكون معنا اتصال من ام جواد. ام جواد صباح الخير. صباح النور. هلا يا هلا. اهلين، تمام، كيفك انت؟ صباح الحمد لله كويسه. كيفك شيف؟ تمام الله يسلمك من جواد. يلا يعطيك العافيه يا ربي. الله يعافيك يا رب. بهنيكم على البرنامج الحلو، عن جد عم تابعكم كل يوم. شكرا لك. وانا عن جد مبتدئه بالطبخ وعجبتني طريقه مسخن الرز هاي، اول مره بشوفها انا. ها سختين وعافيه. اول مره بشوفها، بشوفها دائما بس اول مره بشوفها كطريقه يعني ما عندي. طب وان شاء الله هلا بدك تطبقيها اكيد ام جوال. اكيد والله عندي خبز شراكي زايد معي. يلا اعطيناكي فكره هلا تعملي لك اكله هيك على السريع. لسه هو كان بعمل فيها وانا قاعده بخطط، يعني بحكي ما دام عندي خبز شراك وعندي دجاج جاهز بدي اعملها اليوم. لا جربيها وادعي لي ام جواد ان شاء الله يا سيدي. الله يخليك. بس كنت حابه احكي لاختي وجوز اختي الف الف مبروك ان شاء الله. على انا على فكره رنيت عليها وحكيت لها الشيف من فندق الريجنسي موجود، لازم تحضريه عشان طبخاته دائما كثير سهله. بس باركي لهم على شو ما عرفنا. هم تزوجوا امبارح. والله ما تقولي لي عرس ايفرست. لا مش عرس ايفرست، لا لا فندق ريجنسي بتقول لك. فندق ريجنسي، فكرت عرس ايفرست. اوكي حكيت لها بتهضري الشعب. المهم احنا بيهمنا الضيوف، كان ان شاء الله كان معجبهم الاكل وكل شيء تمام. تمام ان شاء الله. سيدي انا عن جد عن جد حابين اتشكرك كثير كثير كثير، وبتشكر قناتي رؤيا عن جد برنامجك كثير كثير رائع. تسلمي ام جواد. حضرتك بتشتغلي ولا ست بيت؟ لا والله موظفه محكمه الامان. موظفة. واليوم السبت منيح عشان تشوفينا يعني معطلة. مجازي. طب كيف بتشوفينا خلال الايام العادية؟ والله العظيم انا لي اسبوعين مجازة، اجازة حادث سير. عشان هيك انا يعني من لما عطلت تقريبا متابعه التلفزيون بشكل جيد. فكرت حاطه شاشه التلفزيون عندك في المكتب. لا يا ريت. صعب يعني دائره حكوميه، صعب يا ريت والله. حبيبه قلبي بلكي بغض فكرتك بعين الاعتبار يا رب. تسلمي تسلمي حبيبتي، دائما تابعينا، والف مبروك برضه لاختك وزوجها، والف مبروك لإلك الولاده كمان. حبيبتي حبيبتي الف مبروك. اهلا وسهلا فيكي. بس احكي لك شغله، قبل شوي كنت تعلق على التقطيع، ادوات التقطيع الموجوده بالسوق. عن جد كثير كثير مليانه، لو بتلفي بتلاقي اللي بدك اياه. دليني على مكان بس برا الهواء مش هلا. خصوصا اللي بقطع الليل. انا بوصل لك اياها لون ما بدك. تسلمي تسلمي حبيبتي، شكرا. بوصل لي رقم وانا بجيب لك اياها لعندك حبيبتي. تسلمي لي كلك ذوق، شكرا. شكرا شكرا حبيبتي. طبعا ما لزهم المشاهدين. طبعا.